بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. نكمل اليوم في مساق محاسبة منشآت مالية قسم المحاسبة التقنية كلية الدراسات المتوسطة جامعة الإسراء غزة ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وكنا قد تناولنا في اللقاءات السابقة أنواع الحسابات، وسوف يكون عنوان هذا اللقاء حساب التوفير. تناولنا في اللقاءات السابقة مجموعة من أنواع الودائع، وابتدأنا بالحسابات الجارية، وقلنا أن الحساب الجاري هو الحساب الذي يكون في الغالب بعقد يخول لصاحبه، سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية، أن يودع ويسحب من هذا الحساب متى شاء بمجرد الطلب، ولذلك سميناها وديعة تحت الطلب. ويعتبر قسم الحسابات الجارية في البنوك من الأقسام المهمة جدا. ليش؟ لأنه التعامل معها وبتتعامل مع شريحة كبيرة من العملاء وزوار البنك. وقلنا إنه الحساب الجاري بنقسم لنوعين، الحسابات الجارية الدائنة والحسابات الجارية المدينة. حيث إنه الحساب الجاري الدائن بيكون رصيد العميل فيه غالبا دائن نتيجة إيداعه للمبالغ في حسابه في البنك. طبعا ممكن السحب من هذا الحساب متى شاء وبحصل على فائدة على هذا الحساب، ومن الممكن يكون رصيده دائن في حالة السحب على المكشوف مدين، في حالة السحب على المكشوف. وحكينا عن المعالجة المحاسبية لعمليات الإيداع وعمليات السحب، وقلنا في عمليات الإيداع الحساب الجاري بيكون دائن، وفي حالة السحب بيكون الحساب الجاري مدين. أيضا في هذا اللقاء تناولنا عملية التحويل من حساب إلى حساب، وكذلك فوائد الحسابات الجارية المدينة وفوائد الحسابات الجارية الدائنة. وقلنا أن فوائد الحسابات الجارية الدائنة تكون مدينة. ليش؟ لأنها من وجهة نظر البنك مصروف، من وجهة نظر البنك مصروف. أما فوائد الحسابات الجارية المدينة فهي إيراد، هي إيراد من وجهة نظر البنك. نحن في مادة محاسبة منشآت مالية نتحدث من وجهة نظر البنك، إذا نحن كمحاسبين للبنك ونعمل ضمن البنك. أيضا تحدثنا في اللقاء السابق عن الودائع لأجل بشقيها، سواء كانت ودائع لأجل محدد أو ودائع المشروطة، الودائع المشروطة. وقلنا إن الودائع لأجل أصبحت شائعة في البنوك التجارية. طبعا الودائع لأجل هي بتمكن صاحبها إنه يودع في البنك لأجل معين باتفاق الطرفين، من الطرفين طبعا البنك والعميل، ويجوز له السحب قبل هذا الأجل بصورة مطلقة، لا يجوز إلا بعد موافقة البنك. ومقابل هذه الوديعة بحصل على فائدة، طبعا الفائدة بتكون أعلى من فوائد الحسابات الجارية. حسابات الجارية قد تكون فوائد وقد لا تكون فوائد، وفي الغالب لا تكون. أما اليوم حنحكي عن حسابات التوفير. طب لو قلنا الودائع لأجل كم نوع؟ قلنا في عندي ودائع لأجل ثابت ومحدد، وفي ودائع باخطار، وبيختلفوا عن بعض زي ما حكينا في المحاضرات السابقة. قلنا الودائع اللي لأجل ثابت أو محدد بيحدد لها عند الإيداع زمن محدد لاستحقاقها، ما بسحبها قبل هذا الوقت، لا يجوز للعميل سحبها إلا بعد نهاية مدتها المتفق عليها بين العميل وبين البنك. أما الودائع باخطار فهي تلك الودائع التي لا يجوز سحبها أو سحب جزء منها كمان إلا بعد إخطار البنك بميعاد معين، يعني قبل مدة بتفق مع البنك إني أنا بدي أسحب هاي الفلوس. وطبعا المعالجة المحاسبية قلنا شأنها شأن كل الودائع، عملية الإيداع
الودائع تكون في عملية الإداء دائنة. ليش؟ لأنها التزام من وجهة نظر البنك، لأنها التزام من وجهة نظر البنك. في عملية السحب تكون مدينة. الالتزام في حال انخفاضه، قلنا أنه أي التزام في حالة انخفاضه بيكون مدين. أيضا المعالجة المحاسبية لفوائد الودائع لأجل، قلنا الودائع لأجل هي عبارة عن مصروف من وجهة نظر البنك، يقوم البنك بدفعها للمودعين. وكنا قد درسنا موضوع الهدايا التي قد تدفع مقابل الحسابات، حسابات الودائع لأجل. أيضا اليوم سنكمل في نوع جديد من أنواع الودائع، وهو حسابات التوفير. ما هي حسابات التوفير؟ حسابات التوفير لها عدة تعريفات، فهناك من عرفها حسابات التوفير بأنها حسابات جارية لتشجيع على الادخار، لتشجيع على إيش؟ على الادخار. ويتم إيداع هذه الودائع من قبل أصحابها نظير فائدة معتدلة. وهذا الحساب غالبا ما يستخدم إما شخصيا من قبل المدخرين نفسهم، أو ممكن أن أنشئ حساب لأبنائي. البعض الآخر قال لك أنه لا، هذا الحساب هناك تعريفات أخرى لحسابات التوفير. قالوا أنه حسابات التوفير هي حسابات تلبي حاجات العملاء ورغباتهم، وبتتمتع ببساطة من حيث آلية فتح الحساب ومتطلباته، مما يجعل عملية الادخار سهلة وتجربة ممتعة من حيث استخدام الخدمات الإلكترونية للتحكم بالحساب من خلال الإنترنت والتطبيقات البنكية. بالإضافة إلى أنه حساب التوفير خاضع لشروط معينة. الآن في البنوك، لو قلنا على سبيل المثال البنك الإسلامي العربي، بيقول أنه حساب التوفير خاضع لشروط الأحكام الشرعية الإسلامية، ووضع عدة مزايا لها البنك الإسلامي العربي. قال لك أنه حسابات التوفير هذه بتشارك بالأرباح، بتشارك بأرباح، يعني ما بتاخد فائدة ثابتة وإنما بتشارك بالأرباح. كمان بتشارك حسابات التوفير بحملات التوفير والجوائز عند إطلاق أي حملة لحسابات التوفير. كمان حسابات التوفير تستفيد من البطاقة الائتمانية، هذا على مستوى البنك الإسلامي العربي. كمان يمكن منها الاستفادة ببطاقة المشتريات لعملية الشراء من الإنترنت أو محليا. كمان استخدام الخدمات الإلكترونية والإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية، وبتمكن الاستفادة من شبكة الفروع ومكاتب البنك في إدارة الحساب والتحكم فيه. أيضا يساعد حساب التوفير العملاء على التخطيط وإدارة أموالهم بفعالية أكثر. وزي ما حكينا من وجهة نظر البنوك الإسلامية، بتقول لك إنها هي حسابات التوفير خاضعة للشريعة الإسلامية. إذن هذا الموضوع بدنا نركز فيه على بعض أمور أساسية، ألا وهي المقصود بحساب التوفير زي ما حكيناه، الفرق بين حساب التوفير وغيره من الودائع. إيش الفرق بين حساب التوفير وغيره من حسابات الودائع الأخرى؟ طبعا ميزته بأنه أكثر سيولة وضمان، سواء من حيث المرونة في عملية السحب والإيداع أو درجة الضمان الممنوحة له من قبل الأنظمة واللوائح في المنشآت المالية أي البنوك. ويحكم توافر ميزة السيولة والضمان أيضا الفائدة في الحسابات الجارية قد لا يتم منح فوائد، لكن في حساب التوفير بيتم منح فائدة معتدلة أقل من الودائع لأجل. أيضا حساب التوفير ممكن أفتح حساب توفير لشخص أقل من 18 سنة، ممكن أن أقوم بفتح حساب لشخص أقل من 18 سنة، طبعا بيكون من خلال رعاية والده. أيضا بدنا ندرس كيفية المعالجة المحاسبية لحسابات التوفير ومعرفة المعالجة المحاسبية للفوائد الناتجة عن حساب التوفير.
لو قلنا الادخار انواع، في عندي ادخار اجباري وفي عندي ادخار اختياري، لانه حساب التوفير من انواع الادخارات. الادخار الاجباري هو اللي بيجبر او اللي يجبر فيه الشخص على القيام بالادخار، مثل الضمان الاجتماعي والتأمينات والضرائب والرسوم. هذه ايش؟ هذا ملزمة قانونا او ملزمة قانونا انه لازم انت تدخر. اما الادخارات الاختيارية هي اللي بتصدر من الشخص نفسه، يعني بمحض ارادته. يعني انا بتوجه للبنك بودع مبلغ توفير، حساب توفير، بفتح حساب دون اي ضغوطات حتى اقلل من الاستهلاك بصفة عامة. طيب لو قلنا حساب التوفير، قلنا انه هناك عدة تعريفات، من ضمن هذه التعريفات هو خدمة مالية تقدمها المصارف لعملائها، طبيعي انه داخل البنوك، وتعود بنسب مختلفة من الفوائد. هاي من ضمن التعريفات. اذا حساب التوفير بنقول زي ما حكينا انه ايش، بنحصل على نسبة من الفوائد المعتدلة لحسابات التوفير. اما بما يخص المعالجة المحاسبية لحسابات التوفير، قلنا شأن حسابات التوفير شأنه شأن اي حساب توفير اخر، شأنه شأن اي حساب. لو قلنا الايداع، في جميع انواع الودائع في عملية الايداع تكون دائنة، فورا بقول الى حساب التوفير او الى حساب الحسابات الجارية. او اذا اي وديعة يتم ايداعها في البنك فهي من وجهة نظر البنك هي عبارة عن التزام، هي من وجهة نظر البنك عبارة عن التزام، فتكون دائنة. الالتزامات تكون دائنة في حالة الزيادة. لكن هنا تختلف عملية الإيداع. إذا أودعنا في حساب التوفير نقدا، بنقول من حساب الخزينة إلى حساب التوفير. إذا أي شخص توجه للبنك وحضرتك محاسب في البنك، كيف المعالجة المحاسبية في البنك؟ بنقول إذا أودع نقدا من حساب الخزينة إلى حسابات التوفير. أما إذا قام بإيداع شيك مسحوب على نفس البنك ونفس الفرع، فورا بنقول من حساب الحسابات الجارية للعملاء، أي من العملاء، العميل المحرر للشيك أي ساحب الشيك، إلى حساب التوفير للمستفيد الذي أودع الشيك. إذا في حال إيداع شيك مسحوب على نفس البنك ونفس الفرع، فورا بقول من حساب الحساب الجاري لمين؟ للعملاء، أي عملاء، ساحب الشيك أي محرر الشيك، إلى حساب التوفير لمين؟ للمستفيد. إذا أنا أودعت شيك، توجهت لبنك فلسطين وأودعت شيك لدى بنك فلسطين، مين اللي سحب لي؟ زميلي محمد، زميلي محمد. فورا البنك بعالج المعالجة المحاسبية بيقول من الحساب الجاري لمحمد إلى حساب التوفير لعبد الرحمن. أما إذا قمت توجهنا للبنك، توجهت إلى البنك وأودعت شيك مسحوب على حسابي موجود في بنك فلسطين فرع الرمال، وأودعت شيك مسحوب على بنك فلسطين فرع خان يونس، فورا بيقول من حساب الفروع إلى حساب التوفير، يسجل الالتزام لكن المبلغ لم يحصل. هذه قضية معالجة أخرى لدى البنك. أو لو تم إيداع شيك مسحوب على بنك آخر، أنا حسابي في بنك فلسطين بصورة دائمة في كل الأمثلة، حسابي مسحوب على بنك فلسطين فرع الرمال، وأودعت شيك حرر لي أحد زمايلي حسابه في بنك القدس، فورا بنقول من حساب البنوك المحلية بنك القدس إلى حساب التوفير، وبتم عملية المقاصة اللي حناخدها في المحاضرات القادمة. أما لو تم إيداع مبلغ من خلال شيك مسحوب على بنوك أجنبية، بنقول من حساب بنوك أجنبية ولا بنك مثلا مثل بنك أمستردام إلى حساب التوفير عبد الرحمن. إذن عملية الإيداع في حساب التوفير، لا خلاف أن حساب التوفير دائما يكون دائم في عملية الإيداع. إذا أنا بودع في حساب التوفير، فورا حساب التوفير بده يكون دائم.
لا خلاف، لكن كيفية الإيداع؟ إذا كان نقدا زي ما حكينا بنقول من حساب الخزينة، أما إذا كنا قد أودعنا شيك مسحوب على الحسابات، شيك مسحوب على نفس البنك ونفس الفرع، فبنقول من حساب الحسابات الجارية لساحب الشيك إلى حساب التوفير للمستفيد. أما إذا قلنا شيك مسحوب على نفس البنك ولكن على فروع أخرى، بنقول من حساب الفروع إلى حساب حسابات التوفير. طبعا إحنا بنتسلسل زي ما هو موجود عندي. أما بما يخص عملية السحب، بما يخص المعالجة المحاسبية لحساب التوفير، في عملية السحب قلنا حساب التوفير وأي من حسابات الودائع هي عبارة عن التزام من وجهة نظر البنك. الالتزام في حالة انخفاضه يكون مدين، الالتزام طبيعته دائن، في حالة النقص يصبح مدين. فورا بقول من حساب حسابات التوفير إلى الكيفية التي تم دفع المبلغ فيها، أو كيفية اللي تم سحب المبلغ فيها. لو قلنا أنا كعبد الرحمن توجهت لبنك فلسطين وحسابي داخل بنك فلسطين، ورحت سحبت 1000 دينار من حساب التوفير الخاص بي، فورا المعالجة المحاسبية بتكون من حساب التوفير إلى حساب الخزينة إذا كنت نقدا. طب الآن أنا ممكن أتوجه لبنك فلسطين وأقول له معلش ممكن تسحب لي من حساب التوفير وتغذي لي حساب الجاري، تغذي لي الحساب الجاري الخاص بي، لأنه أنا بدي إيش؟ سهولة، بدي الشيكات، أنا مصدر شيكات، لأنه قلنا الحساب الجاري بمنح أصحابه شيكات، سهولة استخدام الشيكات. الآن فورا بده يقول لي من حساب التوفير إلى الحساب الجاري، أنا نقلت من حساب التوفير الخاص بي إلى الحساب الجاري الخاص بي. إذا هيك أنا سحبت المبلغ من حساب التوفير وأودعته في الحساب الجاري. أيضا ممكن أنا أسحب من الحساب الجاري الخاص بي وأودع في حساب الودائع لأجل، ممكن أسحب من حساب التوفير الخاص بي وأودع في حساب الودائع لأجل، فبقول من حساب التوفير إلى حساب الودائع لأجل بشقيها. ممكن نقول من حساب التوفير لحساب الودائع لأجل محدد، أو من حساب التوفير إلى حساب ودائع لأجل باخطار، وأي من الحسابات الأخرى. إذا ممكن أحول من حساب التوفير الخاص بي إلى حساب التوفير الخاص بزوجتي أو بابني. إذا كل هاي عمليات سحب. إذا لا خلاف أن حساب التوفير في عملية السحب يكون مدين، يكون مدين زي ما هو أمامنا. أما بما يخص الفوائد على حسابات التوفير والمعالجة المحاسبية الخاصة فيها فهي كما، ففوائد حسابات التوفير هي عبارة عن مبالغ بيدفعها البنك للمودعين، ليش؟ مقابل إيداعهم لهذه المبالغ اللي بيستفيد منها في داخل حسابات التوفير. طب هاي الإيداعات، الفوائد اللي بيمنحها البنك للمودعين في حساب التوفير، هاي عبارة عن مصروف من وجهة نظر البنك. البنك بيدفع فلوس هاي فهي مصروف. إذا فوائد حسابات التوفير اللي بيدفعها البنك هي مصروف من وجهة نظر البنك، والمصروفات تكون مدينة. إذا هي مصروف من وجهة نظر البنك وتكون مدينة. طيب الآن بما أنه إحنا حكينا فوائد مدينة، وصلنا إلى أنه حسابات التوفير فوائدها مدينة، الفوائد المدينة هي عبارة عن مصروف، والمصروف يكون مدينا، المصروف طبيعته مدين، المصروف طبيعته مدين، فبنقول من حساب فوائد مدينة حسابات التوفير. طب الفائدة هذه كيف دفعتها للعميل؟ من الممكن أن أقوم بدفع الفائدة له نقدا. إذا دفعت الفائدة للعميل على حساب التوفير نقدا، بقول من حساب فوائد مدينة إلى حساب الصندوق أو الخزينة لاختلاف. أما إذا
لم يستلمها العميل أو المودع أو صاحب حساب التوفير مبالغه، من الممكن أن أودعها في حساب التوفير الخاص فيه. وإذا أودعتها في حساب التوفير الخاص فيه، بقول من حساب فوائد مدينة حسابات التوفير إلى حسابات التوفير. أيضا ممكن أودعها في حساب الجاري بناء على اتفاق مسبق، إنه دائما الفوائد أودعوا لي في حساب الجاري. فورا إذا بدي أودعها في حساب الجاري، بقول من حساب فوائد مدينة لحسابات التوفير إلى حساب الحسابات الجارية، طبعا للعميل نفسه. ومن الممكن أن يكون الاتفاق إيداعها في حساب الودائع لأجل، فورا بقول من حساب فوائد مدينة حسابات التوفير إلى حساب الودائع لأجل. إذن موضوع حسابات التوفير هي أحد الحسابات البنكية اللي بيتم إيداع المبالغ فيها، نظير فوائد معتدلة طبعا بسحب في سهولة وفي ضمان، سهولة السحب في منها وفي ضمان. طبعا بتتميز انه ممكن افتح حساب للي اقل من 18 سنة. ايضا في عندي في عملية الايداع قلنا انه المعالجة المحاسبية في عمليات الايداع، فورا حساب التوفير بيكون دائن وكيفية الايداع بتكون مدينة. اما بما يخص السحب، في عملية السحب حساب التوفير يصبح مدينا، في عملية السحب يصبح حساب التوفير مدينا. أما بما يخص فوائد حسابات التوفير، ففوائد حسابات التوفير مدينة من وجهة نظر البنك، لأنها عبارة عن مصروف من وجهة نظر البنك. وبذلك نكون قد انتهينا من الإطار النظري لحسابات التوفير، وهي النوع الثالث من أنواع الودائع. وسننتقل للجانب العملي من خلال أمثلة عملية.